طيب احنا معانا الاستاذ يوسف القعيد، الاديب والروائي وعضو مجلس النواب. استاذ يوسف، الاول البنا معانا كلنا كمصريين النهارده. والله انا محتار اقول ايه يا احمد. انا حقيقي في حيره من امري. اقول ايه؟ انا اذا انتقدت الاوضاع هنا في الداخل، 5 قنوات من بتوع اياهم دول في الدوحه وفي اسطنبول وفي لندن بيقعدوا يعملوا بكلامي موال ويقولوا شاهد شاهد من اهلها. نعم. لكن انا شديد الانزعاج، شديد الانزعاج. 25 شهيد، دي مسألة كبيرة جدا، خاصة إن طنطا شهدت عملية إرهابية قدام معسكر لتدريب الشرطة. نعم. منذ أيام. نعم. منذ أيام. أنا مش فاهم، يعني إحنا متصورين إن الإرهاب موجود في سينا بس، لا، موجود في كل مكان من مصر. وبين الإخوة المسيحيين، الأشقاء المسيحيين، وأرجو أن يتقبلوا الأمر باعتباره ضريبة عليهم وعلينا وعلى كل الناس. واللي في مسجد كان ممكن يحصل له اللي حصل في الكنيسة. العدد ضخم والأمر محتاج مواجهة، والمقصرين محتاجين إقالة اليوم. اليوم تاني يا فندم، اليوم تاني أرجوك تاني الحتة دي. المقصرين محتاجين إقالة اليوم، وبدون تحقيق وبدون أي شيء على الإطلاق. اللي بيتعمل فينا إجراءات استثنائية، اللي بيقوم به المتطرفين والارهابيين اجراءات استثنائيه، ومحدش يقول لي القانون ومش القانون والدستور. احنا بلدنا بتضيع مننا. يعني الامر كده زاد عن حده وتحول لمأساة كبيره. وبعدين احنا داخلين على اعياد الاخوه المسيحيين اللي ذروتها يهتم النزيم، اللي هو الاثنين الجاي مش بكره. نعم. صحيح. يعني مفروض تتكاتف الشرطة مع القوات المسلحة مع كتائب المجتمع المدني مع الجميع لتأمين كل شبر أرض يخص الإخوة المسيحيين، يخص أشقائنا. ودي مسألة مش كده، حتى مجرد أسبوع ويوم، أسبوع ويوم، إزاي حصل؟ أنا مش فاهم كيف تم. وهو معلوم ده، انا عايز اقول لحضرتك يعني التاريخ معلوم، يعني التاريخ معلوم ان النهارده بدايه الحكايه، والنهارده احد السعف وحد السعف يعني، وان ان المفروض يبقى في، يعني انا كنت متوقع الكلام ده. انا قلته ان معالي وزير الداخليه اكيد قعد مع القيادات وقال لهم يا جماعه خلي بالكم، يا جماعه عايزين يقظه امنيه، يا جماعه لازم يبقى في حسم اكتر من كده، ولازم يبقى في، خلي بالكم خلي بالكم ان يا سيدي يا عم احمد، هم ممكن يكون مهتمين بالكنيسه اللي فيها الانبا توادروس والكنيسه اللي فيها دكتور اندريا زكي، وممكن وده معقول وكويس ومطلوب. لكن كل الكنائس، انا قريتي في البحيره فيها كنيسه، مش لانها قريه صغيره، مش لانها قريه على شمال السماء، لان فيها كنيسه يجب ان تؤمن، ومش بالخفراء اللي موجودين في القريه العاديين اللي ماسكين بنادق من القرن 19، لا، تؤمن بشرطة حديثة شديدة الحداثة، شديدة الحداثة، لأنه احنا قاعدين تكال لنا الضربات. واحنا دلوقتي في مفصل مهم، الرئيس السيسي راجع من الولايات المتحدة الأمريكية، المطلوب إفساد أي نتائج خرجت من هذه الزيارة. الإخوة المسيحيين بيستعدوا لاحتفالاتهم السنوية. نعم. السنوية. نعم. كان مفروض كده في خريطة بكل كنائس مصر من أصغر قرية لأكبر مدينة، وتوفر لها حراسات حقيقية. نعم. فالله يمنع الناس من المرور أمامها. ما نعم. ينفعش. أنا كلامي زي البكاء على اللبن المسكوب، وده اللي هيقدم واللي هيأخر، وأنا لو كنت عايز أتكلم ولا أطلع ولا غيره، لأن الأمر زاد عن حد، وإحنا غير جديرين بهذا البلد. نحن غير جديرين بهذا البلد. طب نعمل أنا أناشد الرئيس عبد التحسيس. نعمل إيه يا فندم؟ ايه اللي المفروض نعمله؟ اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثالث مره، وانا عارف مسؤولياته وعارف ظروفه وعارف ما تمر به البلاد. انما هذا الحادث ليس لكثره عدد الشهداء، ولا يكفي ابدا يعملون جنازه تمشي على كوبري قصر النيل ويحضرها الرئيس ويحضرها كل قيادات مصر، انما لابد من محاسبة حقيقية. وأناشد
وانا لا يصح ان اتكلم عن البرلمان، مش تحت قبه البرلمان دكتور علي عبد العالي انه شكل لجنه تقصي حقائق عاجله لبحث اسباب القصور والتقصير اللي تمت والتي ادت الى هذا الحادث. محدش يقول لي ابدا ان ظروف خارجه عن ارادتنا، ان الامور اكبر من امكانياتنا، لا، احنا نستطيع ان نحمي مصر، كل شبر في مصر. لا. الارهاب ليس في سيناء وحدها. استاذ يوسف، نحن نعرف ان العائدين من سوريا والعائدين من العراق اللي هم الدواعش واللي هم بتوع النصرة، المصريين اللي كانوا بيشتغلوا في هذه التنظيمات قرروا العودة لمصر، وهم من باب التطبيل قالوا هنشتغل على الحدود الشرقية مع ليبيا وهنشتغل على الحدود مع السودان، وده ممكن يكون تضليل اكتر منه تحديد لميدان العمل ولمكان العمل. الامر خطير جدا جدا جدا. النهاردة ومش بكرة، اليوم وليس الغد، لازم نعمل وقفة مع انفسنا، وقفة حقيقية مع انفسنا، كفانا ان احنا بناخد قضايانا الخطيرة والمخيفة ومصير هذا البلد ومستقبل هذا البلد بقدر كبير من الخفة، آسف، بقدر كبير من الخفة. لا يكفي بيانات الشك، ولا يكفي بيانات الإدانة، ولا يكفي بيانات التنديد، ولا يكفي أبدا. طنطا كان فيها قبل أيام حادث في مكان شديد الخطورة، مركز تدريب خاص بالشرطة، مش معناها أقول هم جم هنا حيروحوا مكان تاني، لا، معناها أن طنطا مستهدفة. صحيح. ومن يعرف طنطا وموقعها الجغرافي، طنطا هي عاصمة الوكي البحري، طنطا هي عاصمة كل المحافظات الموجودة في الوكي البحري. ومن يذهب إلى مول السيد البدوي يرى على الأقل 10 مليون مصري متجمعين من كل هذه المحافظات. طنطا مدينة محورية، محورية حتى في خطوط سكة الحديد. فيجب يا جماعة أن احنا ناخد أمورنا بجدية. الأمر مرتبط بالأمن، الأمر مرتبط بالأوقاف، الأمر مرتبط بالخطاب الديني، الأمر مرتبط بوعينا وإدراكنا إن بلدنا مستهدفة استهداف حقيقي، وده لا كلام لا تبرير من وزارة المؤامرة ولا غيره. البلد في وضع شديد الحرج يا جماعة، وإحنا داخلين على أسبوع أعياد شقانا المسيحيين. نعم صحيح. وأنا كمان أناشد الفريق أول صدق صبحي، وأنا عارف المسؤوليات الرهيبة الملقاة على عاتق قواتنا المسلحة وخصوصا في سيناء، وفي سيناء حققوا انتصارات حقيقية. ملحمة جبل الحلال كانت تستحق أغاني زي تأميم قناة السويس، لكن احنا بقينا مشغولين عن أنفسنا وعن بلدنا. لكن أناشده أيضا أنه أعتبر أن مصر كلها مسؤوليته وليس سيناء فقط، وانه يتكاتف مع قوات الامن بتاعت وزاره الدفاع، لان الامر بالغ الخطوره والناس ما همش سايبيننا نهنأ بلحظه واحده من عمر هذه البلاد. نعم، انا بشكرك جدا استاذ يوسف القعيد على هذه المداخله، وطالب بلجنه تقصي حقائق تشكل الان من قبل مجلس النواب طبعا برئاسه الدكتور علي عبد العال.